شكل الجول قادم، شكل الجول قادم الآن، كرة برشلونة، الجول قادم، نعم جول، جول إبراهيموفيتش. هي أول لقطة، هي أول لقطة، هي مباشرة الجول، الجول أصبح قادم، غيم الغيم، مع أنه ما في غيم الحين، لكن غيم المباراة غيم. وبالتالي إبراهيموفيتش في الكلاسيكو الأول يسجل الهدف الشخصي الثامن. لاحظ اللي قالك، لاحظ معاي، متبادلة كلاسيكية في الكلاسيكو تصل في الأخير إلى إبراهيموفيتش بقدمه اليسرى يسجل الهدف الأول. هي المباراة كانت توحي أن في هدف قادم، يأتي الهدف القادم الآن بأقدام إبراهيموفيتش، يسجل في الكلاسيكو الأول الهدف الأول بفرحة طبعا غوارديولا والأنصار وعشرات